السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه كليك اب تقدر تحط الاهداف بتاعتك عشان تحققها. ممكن تقول له جولز فيبدأ يجيب لك الاهداف. ممكن تقول له انا عايز هدف جديد، تبدأ تكتب الهدف وليكن مثلا تعلم الاسباني. طبعا متعلمش لغة غير لو يكون لك هدف من ان انت تتعلمها. الاونر مين اهوت. طيب عايزها تبقى وورك سبيس لعمر سليم ولا برايفت؟ ممكن تضيف اكتر من ممبر. التاريخ لو انت عايز مثلا تخلصها تبدأ تشوف امتى. تمام، ممكن تقول له على 4 ويكس مثلا. الديسكريبشن بتاعك دي تعلم الاسبانية. ممكن اقول له كرييت ا تارجت. تمام، التارجت بتاعك مثلا كتابة مثلا. طيب وبعد كده عايز الحاجة دي تبقى عبارة عن نمبر ولا ترو او فولس. ولو رقم هيبقى مثلا من 0 نقول مثلا ل 2000 ولا كرنسي ولا تاسكات زي ما انت عايز. تبدا تضيف تاسكات معينه ولستات معينه. اقول له اوكي هيبدا يعملها لي بالشكل دوت. طيب ممكن تيجي في اي لحظه هنا وتقول له انا عايز ازود مثلا 100. تمام، يروح مزود لك 100 او تنقص لو انت نقصت عن حاجة معينة وهكذا. فيبدأ يحسب لك انت عملت كام في المية هنا بالشكل دوت.